معايا طاقم ومعايا مستشارين ومعايا إدارة، وكنشكرهم من هذا المقر على العمل الجبار اللي كيقوموا به. الحمد لله، حنا فخورين بالاحتفال بهذه المناسبه. كيف ما كل عام الحمد لله، من نهار اللي بدينا الولايه ديالنا على راس مقطعه سيدي بليوط باسم جميع المستشارين والموظفين ديال مقطعه سيدي بليوط والساكنه ديال سيدي بليوط، حنا كنحتفلوا بالذكرى 49 ديال المسيره الخضراء. الحمد لله كنا كنعرفوا بان جلاله الملك نصره الله بالقياده ديالو الرشيده يوصلنا إن شاء الله لواحد الأهداف اللي هي نبيلة جدا، اللي كتمثل في الوحدة الترابية ديالنا ديال الوطن ديالنا. وحنا كنا كرعاية ديالو كنتحملوا هذه المسؤولية معاه، وكنحاولوا ما أمكن أننا نزيدوا القدام بالوطن ديالنا وبالبلاد ديالنا كمنتخبين وكمواطنين بالدرجة الأولى. من هذا المنبر كنشكر الجمعيات والمجتمع المدني بصفة عامة، والجمعية ديال عبد الملازيات اللي إبداعات بلادي وجمعية كنوز على تنظيم هذا الاحتفال الكبير المتميز اللي كيتميز بالحضور ديالو الكثيف والحضور يعني البهيج في هاد اللحظات. إذا كنتمنى كل التوفيق للمجتمع المدني والبيضاويين والساكنة ديال سيدي بليوط، وعاش الملك، وإن شاء الله الصحراء مغربية وتبقى ديما مغربية إن شاء الله بحول الله.